عندنا برشا ما عملناش برشا تراب، لكن المرة هذه جينا باش نشوفوا سياتي بيزا أو كما يسميها برشا عباد البيبي ليون، لكن فما برشا فرق راه ما بيناتهم تو نحكيوا عليه. قبل ما نبدا نحكي على الكرهبة كالعادة نحكي شوية استوريك باش نفهموا السياسة متاع السيات وين ماشية تحب تمشي بالكرهبة هذه. بعد الحرب العالمية الثانية فما صار روتار كبير للجماعة الإسبان، يعني ما تقدموش لا في دومين النقل لا حتى شيء، عندهم لا مصانع متاع كراهب عكس الألمان والفرنسيس. فجت السلطات الإسبانية عام 1950 قالت علاش ما نعملش أنا شركة خاصة بينا كإسبان تصنع الكراهب. فبدأت الحكاية كيكا، بدأت بتمويل 50% عند السلطات الإسبانية، ودخلت معهم شركة فيات، كانت الديزاين متاع الفيات والموتوريزاسيون متاع الفيات كل شيء متاع الفيات. لكن في عام 81 صار انفصال، صار انفصال وتلاقي بالتراضي من بين الزوز شركات، خرجت الفيات. فقال توصيات أني نحب نعمل كراهب خاصين بي، أني نحب أخويا نفر براسي أني في الحيط ونصنع أني حاجة خاصة بي. بدأت أول حاجة بالتسمية متاع الكراهب متاعها، قالت نحب نسمي التسمية متاع الكراهب بمدن إسبانية، فاخترت إيبيزا على اسم الجزيرة المعروفة اللي في إسبانيا. فالجيل الأول بدأ من عام 84 حتى ليكش العام 93، ومن 93 حتى ليكش العام 2002 اللي هو الجيل الثاني، ومن 2002 حتى ليكش 2008 الجيل الثالث، ومن 2008 حتى ليكش 2016 الجيل الرابع. أما اللي معانا اليوم الجيل الخامس اللي هو بدأ من 2017. سيات إيبيزا في 5 أجيال كاملين اللي استمروا 35 عام حققت أكثر مبيعات في التاريخ، يعني السياسة متاحة أنها تسيطر على المبيعات. وبرشا طالعة برشا فينيسيونات كما الإكسيلونس كما ستايل كما الأف آر اللي هي أحسن فينيسيون وأعلى فينيسيون موجودة في سيات إيبيزا، ما هيش موجودة في تونس على خاطر كان جات موجودة في تونس راهو سومة فوق 60 مليون، موجودة الأغلبية في الجزائر على خاطر فما الكراهب أرخص قد كان عندهم، وزيد عندهم مصنع متاع سيات. هذوما الكل كامل مش باش نحكي عليهم، يعني مش نحكي شنو موجود في اوروبا ولا شنو طلع، باش نحكي شنو الموجود في تونس. الموجود في تونس تروا فينيسيون، ثم الفينيسيون الاولى اللي هي ريفيرونس بوبيلير السوم تاعها ب 30 مليون، وفما الريفيرونس الثانيه اللي هي ستايل ب 47 مليون، وفما ستايل بلس اللي هي سومها 55 مليون. باهي الفرق ما بيناتهم باش يكون في حاجات بسيطه، مثلا الفو اليد الكالندر يكون كرومي توا بانوراميك، كنت نحكي لكم عليه بالديتاي في كل شيء. لكن نفس الموتوريزاسيون 1.0 لتر 3 سيلندر 4 شوفو، يعطينا 95 نيوتن متر 3000 تور بار مينوت الا تعطينا 75 شوفو. بالنسبه للديزاين نتاع الكهرباء فالديزاين حسنوا فيه ياسر قبل الجيل اللي قبل، بالحق والديزاين حلو ياسر برشا، ركزوا على الخطوط، خدموا ياسر خدمه كبيره ياسر على الخطوط، خطوط حادة تعطي الاجريسيفيتي معناتها والغضب نتاع الكرهب. كالندر في الريفيرونس بوبيلير ما يجيش كرومي، يجي بلاستيك عادي، في ستايل وستايل بلس يكون كرومي. بالنسبة للعرض نتاع الكرهب 1.78 متر، بالنسبة للطول نتاع الكرهب تقريبا 4 متر، الارتفاع نتاعها 1.44 متر. لي جونت باركانس في ستايل بلس يكون الومنيوم، اما في الفينيسيونات الاخرين عاديين ما همش الومنيوم. بالنسبة للشاسي كون جينيرال جروب فولكس فاجن ما هي تبعها سيات والسكودا واللودي، تقريبا يجي 12 شركة متاع كراهب تابعة الجروب متاع فولكس فاجن، فخدموا استثمروا في بروجي ان متاع شاسي متاع كرهبة واحدة. شو سميوه؟ سميوه شاسي ام كيو بي ازيرو، اصغر من الام كيو بي اللي هو متاع الجولف سات واللودي. فالشاسي هذا استعملوه على 4 كراهب، اول واحدة ما استعملوا عليه استعملوا على سيات إيبيزا، وبعد استعملوه على سكودا فابيا، وبعد البولو، وفما فلودي استعملوه زاد. نفس تقريبا يتشاركوا في الحكايات هذه، لكن يتبدلوا معناتها في الديزاين في حكايات كيما اخرى يتبدلوا فيها. مان اللي معنا اليوم هو اكبر مان في الكاتيجوري نتاعها 355 لتر، طيحت على سكودا فابيا، سكودا فابيا كانت 330 لتر. الركبه بالتالي نوعا ما مرتاحه. بالنسبه للقماش انا نوعا ما قماش عادي ما هوش كل حاجه كبيره، اني ننصحكم انكم تشتريوا صاله كسوة تركب تركيب ولا صاله خياطه كليكي. الصاله الخياطه الباهي الباهي من 80 الف، وانت طالع فما برشا اسود
فما حتى اقل زاده. ولا نتاع باش تخيط خياطه من 250 300 انت ولا باش تخيط عندي وني ممكن الماتير باش تخيط. بالنسبه للبوست معناتها بوست تكتيل 5 بوس فما حتى 6.5 بوس تحكم فيها فيها الراديو فيها الميديا فيها الساوند فيها برشا حاجات. والحاجه الاخرى زاد العيب اللي ما فيهاش رجول معناتها فيها حاجات بازيك ما يلزمهمش يكونوا ماهمش موجودين في الكراهب نتاع تو كحكايه نتاع سيكوريتي وباش يحسنوا لك اكثر في السياق. بالنسبه للفولون معناتها يكون فيه ريغلاج باش تطلع ولا تهبط ولا حتى تقدم به القدام ماهوش ملتي فونكسيون ما فيش حتى بوتون في البوبيلير ما فيش حتى بوتون. في الستايل بلس يكون خير واحسن فيه بوتون باش تتحكم جدا في البوست. بالنسبه للبرفورمانس نتاع الكهرباء الموتور نتاعها معروف السي تي بي زي يكون نرفو شويه وفي الطلعات وفي الخرجات يكون اكثر فيه اكثر معناتها كيما نقولوا اكتيف ياسر ما تلقاش مشكله باش تطلع وباش تدوبل ولا باش حكايه ما تلقى حتى مشكله. مريقل عادي جو بالموتور باهي بالرغم 3 سلندر و 1.0 مع خدمه ياسر مليح وعلى البواد فيتاز زاد خدموا عليها وحسنوا فيها ياسر. المشكله الوحيده نتاع الموتور انك تخدم انت الكليماتيزور وكل كي تلقى مشكله نوعا ما وتحس بالموتور قاعد يضعف. ممكن على الخطوط الطويله ما تحسش به اما انت تبدا طالعين خمسه من الناس على كهرباء 3 سلندر ويخدم الكليماتيزور تحس بضعف كبير. بالنسبه للسوم تاع سياتي بيزا كما حكيت لكم اللي هم فما 3 فينيسيون ريفيرونس اللي هي سومها ب 30 مليون والفما ستايل ب 47 مليون وستايل بلس ب 55 مليون به. اما كاسوان بون اوكازيون افوما يكونوا غاليين شويه جينيراسيون هافي تكون غاليه شويه نوعا ما ما يكونوش الاسوام تاعها رخاص يكونوا غاليين شويه. الجيل القديم في البون اوكازيون الجيل القديم نحكي على الجينيراسيون 4 نتاع سياتي بيزا السوم نتاعها بالحق مازال غالي راهو من 17 مليون حتى لك 25 مليون انت مضافه الكهرباء وانت والكيلومتراج وانت وبرشا حكايات نحكي كبون اوكازيون. باهي زاد نجحت مليح زاد الجينيراسيون اللي قبلها زاد كبون اوكازيون. باهي بالنسبه للكونكورون نتاع الكهرباء شنو فما كونكورون في المارشي فايك كيما جربنا تويوتا ريس فما برشا كونكورون عليها تقريبا يجي قداش من كهرباء. عندك تويوتا ريس السوم نتاعها ب 43 مليون الكليو 4 ب 44 مليون الديسون ويت 49 مليون البولو فوق ال 50 مليون فما ستروا ولا فيستا ب 47 ب 48 مليون. فان شاء الله يكون يعجبكم الفيديو حاولنا عملنا ريكاب كامل على الكهرباء كل شيء ما فيها الديزاين ما فيها من الداخل من برا الموتوريزاسيون اللي فيها ان شاء الله يكون يعجبكم. كالعاده حمزه ديما معايا حمزه كرير صاحبي الله يبارك له معظبه معايا يعطيه الصحه. اخر ما تنساوش باش تعملوا لايك وسبسكرايب باش تدعموني باش نجرب برشا كراهب اخرين وبرشا كراهب جدد زاده. فشكرا لكم ويعطيكم الف صحه والسلام عليكم الناس كلها.